استاذ عدي، ايران رفعت ايدها عن الفصائل وعن نسبيا عن الفصائل المسلحه، رفعت ايدها من يوم اللي اجى وزير الدفاع اوستن الى العراق. نقطه راس سطر، هاي خلصنا منها. بالنسبه لحل الحشد، احنا دائما كنا نقول الحشد لو يدمج مع الجهات الامنيه، ذول بالنهايه هم ولدنا، يدمجوهم بالدفاع والداخليه ويصير نظامي ومرتب كذا. ايش كانوا يقولون؟ كانوا يقولون الحشد، ما اللي يحكي بطار الحشد هذا يعني يعتبروه خائن، يعتبروه واحد يقول اقص اذانه، واحد مثل احد ذاك اليوم يقول اللي يحكي بطار الحشد نقص اذانه ونقص ايده. ماكو داعي ياك عليهم، ذول ولدنا عراقيين، ادمجهم بالدفاع والداخليه. شوف هسه السيناريو الجديد راحين هم راح يحلوا للحشد، بدليل السيد المالك اجتمع ويا السفيره وطلعت هاي محد واشنطن قال نوه الى امكانيه مساعدته للولايات المتحده الامريكيه انه يحل الحشد. طيب ليش هيك؟ ليش المواطن العراقي من يحكي تطلعوه مو خوش ادمي؟ ليش انتم من بعدين تخضعون لقرار امريكا والواشنطن والجيش الامريكي؟ تصيرون ليش تصير انت اسد على الشعب العراقي؟ على العراقي يصير اسد ويصير يم السفيره نعامه يعني، مو احنا ما نريد هيك. اي باختصار يعني فعلا احنا اكو اتفاقات نعم امريكيه نعم طارئه راح تطبق. نعم 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 نعم. وقبل هذا كله وضع الحجر الاساس للقاعده الامريكيه في الجزيره، اكبر قاعده بالشرق الاوسط، خليها بين قوسين.